ربما كان هؤلاء الإيرانيون ربما كانوا سيفلتون من العقاب نتيجة نفوذ الذي وصل إلى حد الاحتلال من قبل بلدهم للعراق، وبسبب تبعية القضاء والقوات الحكومية لطهران كما يرى شباب عراقي. وهذا الحديث يثبته ما ورد في الكتاب الذي شاهدناه قبل قليل، وهو موجه من القنصلية الإيرانية إلى محكمة التحقيق في كربلاء كما اطلعنا عليه قبل قليل، حيث جاء فيه أن القانون الإيراني يعد المتعاطي غير مذنب. وبذلك حولت قنصلية إيران رعاياها من تجار ومروجين إلى متعاطين لضمان إفلاتهم من العقاب.